انتخبت الجمعية البرلمانية الاسيوية في اجتماع هيئة المكتب المنعقد في تركيا سعادة النائب احمد صباح السلوم نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالجمعية في انجاز رفيع ياتي مواصلة لمسيرة الانجازات الحضارية لمملكة البحرين. وأكد سعادة النائب أحمد السلوم أنه يتشرف برفع هذا الإنجاز البرلماني الآسيوي لمملكة البحرين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وخلال الاجتماع استعرض سعاده النائب احمد السلوم التجربه البحرينيه الناجحه والشامله في مواجهه جائحه كورونا وتوجيهات جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تقديم لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين بالمجان وبشكل اختياري في مبادره تؤكد القيم الانسانيه لمملكه البحرين كما استعرض السلوم الإجراءات الاحترازية الوقائية التي قام بها فريق البحرين بقيادة السمو للعهد رئيس الوزراء حفظه الله والدعم المتعدد في مختلف المجالات للمواطنين والمقيمين للتخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا